صارت السجود ما يفعل بعض اللعيبة عندما يأتي بهدف يسجد في الملعب سجدة شكر الشيخ، هل هذه تنطبق على المواصلات عام السنة ولا بدعي؟ هذا واضح جدا، يعني أولا أن يسجد الشكر، سجد الشكر لماذا؟ لتجدد نعمة، وهل هذه نعمة من نقمة؟ هو يعتبرها نعمة، أي يعتبر نعمة لأنه أحمق جاهل، لأنه أحمق جاهل أبلى، أنا أعرف دينه. حتى الآن من الموضة أصبحت موضة، الكافر إذا سجل هدفا سجد ثم بقية يتبعونه وكتابعهم، إذا ما سجد هو سجد اللاعب الذي يدرس الإسلام سجد الكافر خلفه، ثم هو يسجد أيضا وهو على نصف لم يستر نصف عورته، ثم اللباس ضيق ما يستحي يسجد لله بهذا السجود، ثم هذا حرص على هو يريد الدين ويريد تجدد النعمة، الله أصبحت موضة شعار لهم لا يقصد أصلا تدين بذلك. فالسجود لله للنعمة التي غير مألوفة غير متجددة أصلا، حتى بدل لو صلت الفريضة ثم إذا فرغت بس لله شكرا أن صلت الفريضة، هذه بدعة لقول الصلاة ما نحن في أمرنا هذا ما ليس منه ورد، إنما للنعم غير المعتادة، للنعم غير المعتادة، فبالتالي يكون أولياء يسجدون، هذا من وساوس الشيطان وتلبيسه عليهم، هذا أن السجود لله لا يكون إلا للطاعات والأشياء النعم التي فيها مصلحة لدينه ودنياه، هذا لا مصلحة لا في الدين ولا في الدنيا، هذا لا في الدين ولا في الدنيا.